أقول بأن الأسرة خصها تكون متساوية، أسرة متصالحة، أسرة متكافئة، لأن طابلة عندها مثلا الطابلة عندها 4 رجلين ولا 2 رجلين، واش يمكن واحد السسي رجل تكون قبل أكثر من رجل؟ ما يمكنش. لهذا كنقولوا الآن في ظل هادشي خاص ومني كنقولوا المساواة في الحقوق وفي الواجبات، ملي كنقولوا المساواة حتى في الحضانة المساواة، حتى الحضانة الآن اللي كتعطى غير المرأة ولا النفقة غير هذه، كنقولوا لا، خاص المساواة، المساواة الفعلية والحقيقية من أجل أسرة متكافئة، أسرة متصالحة، وبأن هذه الأسرة هي اللي يمكن تدخلنا إلى ما نطمح إليه، هو بناء الديمقراطية ومغرب ديمقراطي، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.